Boa tarde a todos. Obrigado por terem vindo. مساء الخير. بنشكركم جزيلا على حضور النهارده. É um prazer vir a esta sala cheia. سعادة ان انا احضر المؤتمر الصحفي وتكون الصالة مليانة بالشكل ده. Espero que mostrar essa este envolvimento para fora. ان شاء الله نعمل ان هي تكون باذن الله توفيق بالنسبة لنا النهارده البداية، وباذن الله تكون حاجة تمنحنا ان احنا نوصل لهدفنا ان شاء الله. Antes de mais, só este atraso ficou a dever-se. Antes de mais, este atraso ficou a dever-se só a uma questão que nós tivemos de tratar com a CAF, alguns aspectos mais burocráticos por causa da exposição dos jogadores. طبعاً احنا أول حاجة بنقول إن بسبب التأخير النهاردة كان نتيجة بس إن احنا كنا في مراسلات مع الكاف بنحدد بس حاجات معينة في البروتوكول والأمور البيروقراطية شوية من أجل اختيار لاعبين واخراج الليستة النهائية. وكنا منتظرين الإجابة. ودلوقتي نعتبر جاهزين للمؤتمر الصحفي. طبعا في الليستة بتاعتنا 27 لاعب القايمة. Iremos começar o nosso estágio de preparação. فيديو والله. No dia 2 de janeiro. نبدأ المعسكر يوم 2 يناير. Esta primeira semana irá durar até o dia 7 com o jogo contra a Tanzânia. حتكون يعني تقريبا فترة أقل من أسبوع بس هتنتهي معنا بمباراة ودية أمام فريق تنزانيا. Vai realizar-se, esse estágio vai realizar-se na nova capital. المعسكر المرة دي هيكون في العاصمة الإدارية. Iremos lá ficar concentrados no hotel e iremos treinar também lá. هيكون المعسكر في منطقة العاصمة الإدارية وكمان التمارين بتاعتنا هتكون في الملاعب. والجوغ السابق depois do jogo de sete iremos fazer uma pausa de um dia para os jogadores estarem com as suas famílias. بعد مباراة يوم 7 هندي زي راحة أو فترة قصيرة من الراحة للاعبين اللي هي هتكون يوم 8 عشان اللاعبين يقدروا يزوروا وصارهم ويشوفوهم قبل ما نسافر. إنه دي 9 vamos viajar para a costa do Marfim. يوم 9 هيكون السفر إلى ساحل العاج. Depois ficar até 11 de فبراير. وإن شاء الله نكمل هناك إلى يوم 11 فبراير. يعني شو؟ هو ده يعتبر يعني البداية بتاعتنا.